مدينة البيسي 21/3/2013. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الدمار والدماء، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في المنازل الأمنية للسكان، إحدى غارات طيران الميج على هذه المدينة، حسبي الله ونعم الوكيل. تلبيسي، تلبيسي 21/3/2013. هدايا، هدايا بشار الأسد بمناسبة عيد الأم، حسبي الله ونعم الوكيل. دماء الشهداء ما تزال على الأراضي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. غارات، أكثر من 5 غارات متواصلة على هذه المدينة، وقصف الهاون لم يتوقف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الدمار في كل مكان، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. هاي المظلة، المظلة التي كانت تحمل الصاروخ، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو السلاح الذي يقصفنا به بشار الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تلبيسي 21/3/2013. هاي الدار بظن في عالم لسه تحت ترديد، بظن ما منعرف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لم يتبقى شيء من منازل الاهالي. حسبي الله ونعم الوكيل. تلبيسي بتاريخ 21/3/2013. دماء احد الشهداء على الارض. حسبي الله ونعم الوكيل. الرجال والاطفال، هذه النساء. حسبي الله ونعم الوكيل. المنازل المأهولة للسكان تعرضت. حسبي دماء الشهداء ما تزال على الأرض. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تلبيسي 21/3/2013. بقايا منازل السكان. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تلبيسي 21/3/2013. في شقق هون محسن طالع، وينه؟ شو وين جاري؟ طلعنا نص طوب. حسبي الله ونعم الوكيل. بركم طالع له ان شاء الله. بقايا هون، كان بقايا الجثث تحت الانقاض. حسبي الله ونعم الوكيل. بكم طالعين وطالعين ان شاء الله.